السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غادي نقدموا لكم فيه طريقة ديال الكيكة رائعة. هذه الكيكة ديالنا غادي تكون مميزة دائما كما العادة بالشوكولا الكريمة الجديدة ديال ميشوك اللي هي شوكولا نوار بالمذاق الرائع اللي يمكن لكم تخدموا بها. هنا ما كتحلوش ما كتذوبوهاش، يعني الشوكولا كتبقى يعني دايبة وكتكون في النوع الممتاز، ماشي النوعية ممتازة. نتمنى من لكم إخواني أخواتي تجربوها، وتجربة خير برهان، لأن الإنسان واخا يقول اللي قال إلا ما جربتيش واحد الحاجة ما غاديش تحكم عليها. أنا اللي هو شاف عندي في الحياة ديالي 40 عام هاد الشوكولا راه مزيانة، كنصحكم بها، نتمنى منكم تجربوها بإذن الله ومرحبا بكم. عندنا الشوكولا دليكا كريم ديال ميشوك شوكولا نوار، عندنا الكروكون، الكروكون ها هو، الكروكون هو عبارة عن لوز بالسكر إن شاء الله، عندنا اللبن تقريبا عندي واحد 200 غرام ديال اللبن، عندي 150 غرام ديال الزيت النباتية الطبيعية، عندنا إن شاء الله هنا السكر واحد 140 150 غرام ديال السكر، عندنا 5 البيضات، عندنا الخميرة ديال الكيكات، وعندنا إن شاء الله الفورس الأبيض تقريبا واحد 400 غرام ديال الفورس. مرحبا بكم، غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هذه الوصفة ديالنا اللي هي عبارة عن كيكة رائعة. غادي نشوفوا النهاية ديالها، في النهاية غادي نشوفوا كيف غتكون إن شاء الله. ناخذوا البيض ديالنا ها هو، غادي ناخذوا السكر، السكر ها هو، غادي ناخذوا ان شاء الله نخل يعني نطلعوا هاد الجوج ديالنا، هاد جوج مواد هنا. بعد ما طلعنا البيض ديالنا طلعناه لواحد الدرجه كبيره، يعني حتى ولا ثقيل شويه وبيض اللون ديالو. هاد العمليه راه ضروريه في هاد الكيك باش يعطيكم كيك زوين ان شاء الله. غادي ناخذوا الكيك دي البيض ديالنا ها هو طالع وتقال، غادي ناخذوا ان شاء الله زيت نباتية نضيفوها، نخلطو هنا غير باليدين ديالنا ها هو، نضيفو الحليب اللبن، نضيفو اللبن هانتوما، غادي نضيفو الخميرة ديالنا في الفرن ونضيفوها للكيك، نخلطو شوية بشوية، ما نرميوش الفرن، ما نديروش الفرن كامل، ديرو شوية وخلطو حتى يتخلط لكم الخليط ديالكم. غادي نضيفو عاوتاني البقية ديال الفرن، هنا ضروري تخلط مزيان باش ما يقول وما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الفرن في الكيك ديالنا.
هانتوما شوفوا لا تيكستور ديال الكيك هو هذا. غادي نجيب واحد المول بحال هذا الشكل ديال المول، غادي نخوي فيها الكيك ديالنا ونطيبوه ان شاء الله باش يعطينا واحد الكيك بحال هكا خاوي. هنا هنا غادي يكون طالع وهنا غادي يكون يعني نديرو فيه الشوكولا ديالنا. الكيكه في هذا المول دائما نضربوا بها مزيان باش يعمروا دوك الحفاري بالكيك ديالنا. راه دهلنا المول بالزبده وان شاء الله ندخلوه للفران باش يطيب 180، وما غاديش نشعلوا الفرفره نهائيا 180 درجه الفرفره ما مشعولاش، ونخليوه يطيب باذن الله باش يجينا طالع مزيان باذن الله. مرحبا، الكيكه داينه ها هي طابت، غادي نخرجوها ملي نحسوا بها كطلع، ملي كتمسها راه طايبه ان شاء الله. الطياب ديالها خد لينا 45 دقيقه تقريبا، 45 دقيقه في الفران. ها كنقلبوا الكيكه ديالنا، كنديموا ليها، ها نتوما شفتوها كتخرج رائعه رائعه، يعني باقي سخونه. يلا خرجناها من الفران. هنا غادي نديرو الشوكولاط ديالنا فوق الكيكة بهاد الطريقة. الشوكولاط ديالنا نسرحوها فوق هاد الكيكة بإذن الله. غنجيب واحد المعلقة باش نقادوها. لأن الدعوة باردة مزيان دروك. كنحاولو نديرو الشوكولا مزيان باش تعطينا مذاق في هاد الكيك ديالنا. ونديروا هاد الديكور بحال هكا. غادي نجيبوا الكروكو، هذا كنصوبوه باللوز وبالسكر، كيعطي واحد المنظر واحد المذاق رائع للكيكه ديالنا. هذه راه كريكه كيكه ديال البريستيج، كتجي زوينه ان شاء الله. نتمنى لكم تصوبوها باذن الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي الكيكه ديالنا الرائعه اللي كتجي رطبه وزوينه، يعني فيها مذاق رائع بهذا الشوكولا، كيكمل الروعه ديالها ان شاء الله بالمذاق ديال هذا الشوكولا اللي هي لايكا كريم يعني بالشوكولا نوار اللي كتجي ممتازه ممتازه ممتازه. دائما كننصحكم تجربوا قبل ما تحكموا ان شاء الله، لان احنا من عادتنا اننا نحكموا قبل ما نجربوا، والتجربه هي اللي كتكون البرهان ان شاء الله، باش نعرفوا واحد الحاجه واش فعلا مزيانه ولا ما مزيانه. الى اللقاء اخواني اخواتي في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.